إن لبنان يعيش مأساة فوق مأساة، كل يوم مآسة جديدة. واليوم أضيفت إلى المآسي، كأن الأمور لا تكفي، كأن ما يعانيه النازحون لا يكفي. المشكلة أيضا هي أننا اليوم في اليوبيل 50 لنصر 6 أكتوبر عام 73 نعيش هزيمة كبرى، واللبنانيون أصبح 40% منهم خارج بيوتهم، المدارس مغلقة في كل لبنان، بعض المدارس يحاول إعطاء الدروس عبر الإنترنت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، الأدوية متوفرة حتى الآن لكن البعض بدأوا بتخزينها. لبنان يعيش حالة حرب حقيقية، من لا يتعرض للقصف يسمع القصف ليل نهار. طيب أستاذ جهاد، يعني في ظل كل ما يحدث، قصف، عدوان، نزوح، ماذا عن المخاوف من تكرار سيناريو غزة في جنوب لبنان؟ صراحة أنا قلت معكم في أحد لقاءاتي إن لبنان على طريق غزة، للأسف إني أرى ذلك منذ زمن ولكن لم أستطع أن أصرح به. إن لبنان للأسف على الأقل بعض مناطقه خصوصا الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع هو على طريق غزة. اليوم كنت أشاهد فيلما عن قصف أحد الأحياء في الضاحية الجنوبية، لم أتعرف إليه بالرغم من أنني أزور صديقا لي هناك بشكل مستمر، لم أتعرف إليه إلا بسبب أحد المحلات الذي لا زال يحمل الاسم فوق بابه. صعقت لهذا المحل